السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بيننا. مرحبا بكم أحبتنا الكرام. سمو الأميرة. أنا أبو الحسن علي بن نافع الموصلي الملقب بسريان. من بغداد الرشيد جئتكم منشدا وبأرقى الألحان وأحذب الكلمات أتيتكم قاصدا. طال بنا عناء الزمن وامتد بنا السفر، فشاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون بينكم المستقر، فهل لي من محبتكم من مفر؟ للأمانة أنا سعيد جدا، وأنا أوقع يعني مع الناس المسؤولين على تحقيق هذا المهرجان الجميل جدا. هذا المهرجان الذي تزخر به المملكة المغربية، ألا هو مهرجان الموسيقى الروحية بمدينة فاس. أنا أوقع الدورة الأولى لأول مرة أشارك فيه، وكان لدي شرف تأدية شخصية الزرياب، يعني هذه الشخصية الرئيسية في هذا العمل. وأنا شكرا جزيلا حبيبي هذا من فضلك. فسعيد جدا، وكما تلاحظون يعني ردة فعل الجمهور الفاسي المغربي تفاعل بشكل إيجابي جدا مع ما قدمناه تحت إدارة الفنان ألا منامي ألا بغينا يجي لعندنا. إلي بارتي ألا أمتي ماما وستبي. غادي نقدم لكم المايسترو نتاع هذا العمل. هذا سي لو مايسترو دو سو سبيكتاكل، سي غراس ا لوي اون ا بيو لا فور تالير ايفيكتيفمون. با سا ما في فريمون بليزير دو ترافاي افيك توا. لا موي سي سورتو كان جي ديكوفير سو بيرسوناج انكرويابل je me suis dit ah ben voilà, Zeriab est encore vivant. Et ben ça fait plaisir. Il est encore sur terre. Il a fait un voyage à travers le temps. Voilà, donc c'est moi qui te remercie vraiment de, je te remercie de infiniment. Ta participation. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ta poésie arabe que tu as avec grand si plaisir. Bien dit. Voilà. Avec grand plaisir. C'était notre plaisir. Maître de cérémonie. Et ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. كما قلت لكم يعني الأمور طيبة الحمد لله، الأمور بخواتمها. كان لنا شرف أن تكرمنا صاحبة السمو الملكي، هذا تشريف كبير جدا لنا، تشريف للفنان المغربي، تشريف للفنان العالمي الذي ساهم بإسهاماته الفنية كما لاحظتم يعني على خشبة المسرح. فأنا سعيد جدا أنني ساهمت في تأثيث هذه الفسيفساء الفنية، ويعني موروثنا الثقافي الأندلسي المغربي يزخر بالعديد من الرجالات ومن المبدعين الذين أثروا في الفكر في الأدب في الفلسفة. وخير دليل على ذلك يعني هذا الزرياب أبو الحسن علي بن نافع الموصلي الذي أتانا من بغداد مرغما لا بطلا، لأنه تم إقصاؤه من بغداد يعني في زمنه، فلم يجد يعني ضالته إلا عند المغاربة في الأندلس. رحبوا به، فسحوا له المجال، فأبدع الرجل، فطور كل مناحي الحياة بما فيها الاتيكيت، بما فيها يعني ثقافة الأكل، ثقافة اللباس. كان شاعرا، كان محدثا، كان مستشارا سياسيا، وكان روحانيا، كان مؤمنا. فالزرياب أنا سعيد جدا بتأدية هذه الشخصية، هي شخصية جديدة تنضاف إلى مسار الفني، وأنا أسعد كثيرا لأنني لاحظت يعني تفاعل الجمهور. كان تفاعل كل مرة كنت نحس بالجمهور يعني يتفاعل مع كل فقرات يعني هذا العرض. فسعيد جدا أنني شاركت يعني بما أوتيت من إبداع وقوة، وشكرا لكم على المواكبة. شكرا لكم على المواكبة الإعلامية. الإعلام المغربي دائما يواكبنا أينما حللنا وارتحلنا. تبارك الله عليكم، شكرا جزيلا. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.